السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في القناة. اليوم غنقدم لكم وصفة جديدة، خليكم معنا نشوف المكونات وطريقة التحضير. ما شاء الله، غادي نحضروا بريوات بكاوكاو. غنحتاجوا لهم المكونات التالية: عندي هنا نص كيلو نتاع كاوكاو مفسخ، فأنايا دهنته شوية بالزيت، دخلته الفران حتى تحمر، و طحنته مع 100 غرام نتاع السكر الثقيل حتى حصلت على هذا العجين بهذا الشكل. هذا غنحتاج معلقه كبيره نتاع الزبده، ضروري تكون اصل حيواني باش كتعطيني بنه للبريوات ديالي. عندي معلقه صغيره نتاع القرفه، عندي هنا ساشي نتاع النكهه نتاع الزهر، لانني هنا ما غاديش نستعمل ماء الزهر، لحقاش هو اللي ما غادي كيخلي ليش التعليكه في البريوات ديالي. وهنا عندي 5 نتاع الحبات نتاع المسكه الحره، مدقوقين مع القليل من السكر حبيبات. وكذلك غادي نحتاج الورقه البسطيله، وبالنسبه ليا فاش غادي نسالي ضروري غادي نحتاجو الزيت القليل والعسل. نبداو على بركه الله، نقبط الزبده وغادي نضيف القرفه و نسمه نتاع الزهر ومسكه الحره. ف غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. كما كتلاحظوا معايا الحشوه ديالتي وجدات. دابا غادي نقبض الورقه وغادي نقطعها على حسب الرغبه ديالتي. كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب كيفاش بغيتوا البريوات انكم تشكلوهم. ف كنوضع الورقه على هذا الشكل هذا. كما العاده عندي هنا جهه رطبه وهنا الجهه الحرشه. الجهه الحرشه هي اللي كتكون من الفوق. هنقبض القياس نتاع الحشوه اللي بغيت انوضعو. وكنحاول انني نشكل البريوات ديالي. من بعد كنقلصق يعني الجوانب نتاع البريوات ديالي بالخليط نتاع الدقيق مع الماء.
البريوات ديالنا بعد ما تقلاو فانا عسلتهم، ممكن انكم تخليوهم ليله كامله في العسل. فدابا ما بقى لي الا انني نصفيهم باش نحيد الفائض نتاع العسل وننتقلوا باش نشوفوا شكلهم النهائي في طبق التقديم. الملاحظة بالنسبه للناس اللي باغين يحتفظوا بالبريوات، فممكن انهم يديروهم في واحد البواطه وبين كل طبقه وطبقه يديروا الفيلم اليمونتير ويحتفظوا بهم في المجمد، كيبقى العسل شاد فيهم مده اطول. هذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم، كنتمنى أنها تكون نالت رضاكم وتجربوها. في انتظار دعمكم للقناة عبر الاشتراك، الضغط على زر الإعجاب وتفاعلكم في قناة التعليق. خليت لكم الراحة.